عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هستعرض معكم طقم شاي وجاتو. ده شكل الكرتونة من الخارج، هنبدأ نفتحها. بسم الله ما شاء الله. الطقم ده في منتهى الرقة، اللي بيدور على الحاجة البسيطة جدا الرقيقة اللي ما فيش فيها شغل كتير، زي ما احنا قدامنا كده شايفين. ده طقم شاي وجاتو، بعض البلاد بمحافظات بيسموه طقم فطار. هنشوف هنا شكل الكنار بتاع طقم الجاتو، بتاع الطبق الفطيرة الكبير. هنشوفه، هنلاقي ده كله كده بارز، الصابع بيحك اهو، مشغول باللون السيلفر. قدامنا الوردة باللون السيلفر اهي، ده شكل الكنار. ده الطبق الكبير، حجمه زي ما احنا شايفينه كده، بتاع 30-35 سنتي مربع. هنشوف الختم معانا هنا برضه، ميديان ان فيليبيني. تمام. الطبق اللي احنا شفناه ده اللي استعرضناه، عدد قطعه في الطقم بيكون قطعة واحدة. هنبدأ نستعرض بقية الطقم. هنا هنلاقي تحت الطبق عدد 6 اطباق من اطباق الجاتو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. قلنا الطبق مربع اهو، هو ملزوق ملزقين. وهنلاقي هنا برضو معانا 6 اطباق للفنجان الشاي، كل ده محطوط تحت الطبق الكبير اللي هو طبق الجاتو. ده معانا طبق الفنجان بتاع الشاي، طلعت لكم طبق عشان تشوفوه برضو. ونطلع فنجان، قدامنا الفنجان اهون، ده كله بارز زجزاج. ده شكل ايدي الفنجان باللون السيلفر الفضي، فنجان في منتهى الرقة. ده شكله داخل الطبق بتاعه اهون. طقم في منتهى البساطة، بحب الحاجة البسيطة الرقيقة الهادية بمعنى اصح. تمام كده، الفنجان مع الطبق بتاعه، وده قلنا 6 اطباق من الطبق ده، طبق الجاتو ما احنا شايفينه هنا اهو. احنا كده استعرضنا الفنجان بالطبق بتاعه بالطبق الفطيرة. ناقص برضو ان احنا نستعرض جزء كمان معانا، دي اللبنية زي ما احنا شايفينها هنا، حاول اصورها لكم داير ما يدور اهون. دي اللبنية برضو، نطلع السكرية ونشوفها. السكرية زي ما احنا شايفينها اهي، طبعا الغطا في الغطا مقلوب، نحاول نطلعه برضو. السكرية طلعتها لكم برضو كده من التغليف نوعا ما عشان تشوفوها، قدامنا اهو ده الغطا بتاعها. تمام، ده شكلها عامة اهي. يبقى احنا كده ناقصنا اهم حاجة في الطقم، وهو البراد، ملك اي طقم فطار او شاي بجاتو بمعنى اصح. طلعت انا البراد عشان برضو افرجه لكم. نشوفه كده من تحت اهو خالص لفوق،
شكل الايد سيلفر، اخده نفس اللون المنقوش عليها، اخده نفس اللون اللي هو اللي قدامنا اهون. حاول ان انا ادور لكم برضو البراد عشان تشوفوه داير ما يدور اهون، تمام. في ايد البراد فتحة مفتوحة، براد من الداخل. على ما اعتقد ان انا كده يعني لمت لكم شكل الطقم من جميع الجهات. وطبعا ده طقم شاي وجاتو او طقم فطار، يتكون من 24 قطعة، بلد المنشأ الفلبين. الاطباق قدامنا مربعة زي ما احنا شايفينها واستعرضناها، وطبعا ده من تصوير ام كريم. واتمنى يكون التصوير وضح شكل المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.